اللمسات الأخيرة على تحضيراته استعدادا لمباراة السوبر الأوروبية. ويطمح مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب للفوز بالكأس الأوروبية الثانية في مسيرته. التفاصيل في تقرير مراسلنا من اسطنبول ماجد درويش. ليفربول يريد أن يجمع المجد من طرفيه ويتربع على عرش الكرة الأوروبية بإحراز كأس السوبر أمام مواطنه تشيلسي. فريق الريدز قدم إلى اسطنبول بمعنويات مرتفعة منتشيا بانطلاقته القوية في الدوري المحلي، ولا ينغص عليه فرحته سوى إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر، والذي سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع، لكن الحارس الأسباني أدريان قادر على تعويض غيابه. أدريان لديه الخبرة الكافية ليلعب ويظهر مستواه، وقد لعب لعدة سنوات في الدوري الإنجليزي وهو لاعب جيد في التدريبات. ليفربول يعتمد على قوته الهجومية الخارقة وتجانس الفريق الذي عرف الاستقرار مع مدربه الألماني يورجن كلوب، ومن المرشح أن يستعيد السنغالي ماني مكانته في التشكيلة الأساسية بعد أن تركها لأوريغي بسبب تأخره في الالتحاق بالفريق. ألعب كمحترف منذ مدة ولم أخذ عطلة طويلة منذ فترة، وأنا متعود على هذا، وأنا جاهز ونريد أن نفوز بالمباراة. اسطنبول تمثل حالة فريدة لجماهير وفريق ليفربول، فعلى أرضها فاز بدور الأبطال في مباراة تاريخية أمام ميلان عام 2005، وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية للفوز وعدم الاستسلام حتى الرمق الأخير. أعرف قيمة إسطنبول وكم هي مهمة لجميع مشجعي الفريق بسبب النهائي عام 2005، ولا أحد يستطيع أن ينسى تلك المباراة إطلاقا، ولكن مع الأسف نحن فريق آخر. مباراة خاصة للاعب المصري محمد صلاح، فبعد أن سجل في نهائي دور الأبطال ها هي الفرصة مواتية أمامه لوضع بصمته في المباراة وتسجيل اسمه في تاريخ النادي بأحرف من نور. ليفربول أتم الاستعدادات للمباراة وعينه على الفوز فيها ليتوج بهذا اللقب للمرة الرابعة في تاريخه. ماجد درويش، بين سبورتس، اسطنبول. التقرير حول نادي تشيلسي، حيث يتطلع فرانك لامبارد لتجنب خسارة ثانية على توالي في بداية مسيرته كمدرب للبلوز عندما يواجه ليفربول في أمسية السوبر الأوروبي التي يستعيد فيها عددا من الأسماء التي كانت غائبة عن مباراته الأولى في الموسم الحالي. التفاصيل في تقرير مفادنا إلى اسطنبول إبراهيم خضرة. هي فرصة جديدة لتصحيح مسار تعثر بفصله الأول لنسخة تشيلسي مع فرانك لامبارد بعد العودة برباعية ثقيلة من ميدان أولد ترافورد، نتيجة ستلعب دورا في أسلوب ومسار القراءة الفنية لمواجهة السوبر الأوروبي أمام ليفربول. سيكون علينا تطوير أدائنا وتجاوز أخطاء المباراة الماضية. أعتقد أننا قدمنا شوطا أولا فيه الكثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها، حيث تحكمنا في مجريات اللقاء، وليس من السهل القيام بذلك على ملعب مثل أولد ترافورد. خسرنا نهائي سوبر في عامي 2012 و2013، ونأمل أن نغير ذلك في نسخة العام الحالي، فهو لقب مهم بالنسبة لنا وسيكون من الرائع الفوز به، لا سيما مطلع الموسم وهي الطريق الأمثل لبدايتنا. جاهزية الألماني روديغر والبرازيلي ويليان ستعطي حامل لقب الدوري الأوروبي بعدا دفاعيا وآخر هجوميا بحاجة ملحة لاستثمارها، أملا بالتصدي لوصيف البريمير ليج في أول نسخة تجمع فريقين إنجليزيين. هذا اللقب يعني شيء الكثير بالنسبة للفريق. بالنسبة لي ستكون بداية رائعة في تجربتي كمدرب، وأكثر من ذلك أهميته بالنسبة لثقة اللاعبين بقدرتهم على تجاوز خصم من حجم ليفربول مع بداية الموسم، إضافة إلى أن الفوز باللقب سيكتب بأسماء هؤلاء اللاعبين وسيبنى عليه الكثير مستقبلا. اختصر فرانك لامبارد المسافات بالوصول إلى القيادة الفنية للبلوز في موسمه التدريبي الثاني، وسيكون بإمكانه اختصار مسار الألقاب بالتتويج الأول في مسيرته كمدرب بعد مباراته الرسمية الثانية مع تشيلسي.
رفع السوبر فرانك كل الكؤوس المحلية والقارية مع تشيلسي كلاعب باستثناء كأس السوبر الأوروبي المتاح أمامه في قمة استثنائية ستدخل التاريخ بصافرة نسائية للمرة الأولى في تاريخ المسابقات القارية. إبراهيم خضرة، بي إن سبورتس، إسطنبول. إبراهيم خضرة مشاهدينا، كذلك كانت له هذه المداخلة من إسطنبول عن آخر تحضيرات البلوز. وضع ليفربول اللمسات الأخيرة على تحضيراته استعدادا لمباراة السوبر الأوروبية. ويطمح مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب للفوز بالكأس الأوروبية الثانية في مسيرته. التفاصيل في تقرير مراسلنا من إسطنبول ماجد درويش. ليفربول يريد أن يجمع المجد من طرفيه ويتربع على عرش الكرة الأوروبية بإحراز كأس السوبر أمام مواطنه تشيلسي. فريق الريدز قدم إلى إسطنبول بمعنويات مرتفعة منتشيا بانطلاقاته القوية في الدوري المحلي، ولا ينغص عليه فرحته سوى إصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر والذي سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع، لكن الحارس الأسباني أدريان قادر على تعويض غيابه. أدريان لديه الخبرة الكافية ليلعب ويظهر مستواه، وقد لعب لعدة سنوات في الدوري الإنجليزي وهو لاعب جيد في التدريبات. ليفربول يعتمد على قوته الهجومية الخارقة وتجانس الفريق الذي عرف الاستقرار مع مدربه الألماني يورغن كلوب، ومن المرشح أن يستعيد السنغالي ماني مكانته في التشكيلة الأساسية بعد أن تركها لأوريغي بسبب تأخره في الالتحاق بالفريق. ألعب كمحترف منذ مدة ولم أقضي عطلة طويلة منذ فترة، وأنا متعود على هذا وأنا جاهز ونريد أن نفوز بالمباراة. إسطنبول تمثل حالة فريدة لجماهير وفريق ليفربول، فعلى أرضها فاز بدور الأبطال في مباراة تاريخية أمام ميلان عام 2005، وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية للفوز وعدم الاستسلام حتى الرمق الأخير. أعرف قيمة إسطنبول وكم هي مهمة لجميع مشجعي الفريق بسبب النهائي عام 2005، ولا أحد يستطيع أن ينسى تلك المباراة إطلاقا، ولكن مع الأسف نحن فريق آخر. مباراة خاصة للاعب المصري محمد صلاح، فبعد أن سجل في نهائي دوري الأبطال ها هي الفرصة مواتية أمامه لوضع بصمته في المباراة وتسجيل اسمه في تاريخ النادي بأحرف من نور. ليفربول أتم الاستعدادات للمباراة وعينه على الفوز فيها ليتوج بهذا اللقب للمرة الرابعة في تاريخه. ماجد درويش، بين سبورتس، إسطنبول. التقرير حول نادي تشيلسي، حيث يتطلع فرانك لامبارد لتجنب خسارة ثانية على توالي في بداية مسيرته كمدرب للبلوز عندما يواجه ليفربول في أمسية السوبر الأوروبي التي يستعيد فيها عددا من الأسماء التي كانت غائبة عن مباراته الأولى في الموسم الحالي. التفاصيل في تقرير مفادنا إلى إسطنبول إبراهيم خضرة. هي فرصة جديدة لتصحيح مسار تعثر بفصله الأول لنسخة تشيلسي مع فرانك لامبارد بعد العودة برباعية ثقيلة من ميدان أولد ترافورد، نتيجة ستلعب دورا في أسلوب ومسار القراءة الفنية لمواجهة السوبر الأوروبي أمام ليفربول. سيكون علينا تطوير أدائنا وتجاوز أخطاء المباراة الماضية. أعتقد أننا قدمنا شوطا أول فيه الكثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها، حيث تحكمنا في مجريات اللقاء وليس من السهل القيام بذلك على ملعب مثل أولد ترافورد. خسرنا نهائي سوبر في عامي 2012 و2013، ونأمل أن نغير ذلك في نسخة العام الحالي، فهو لقب مهم بالنسبة لنا وسيكون من الرائع الفوز به، لا سيما مطلع الموسم وهي الطريق الأمثل لبدايتنا. جاهزية الألماني روديغر والبرازيلي ويليان ستعطي حامل لقب الدوري الأوروبي بعدا دفاعيا وآخر هجوميا بحاجة ملحة لاستثمارها، أملا بالتصدي لوصيف البريمير ليج في أول نسخة تجمع فريقين إنجليزيين. هذا اللقب يعني شيء الكثير بالنسبة للفريق. بالنسبة لي ستكون بداية رائعة في تجربتي كمدرب، وأكثر من ذلك أهميته بالنسبة لثقة اللاعبين بقدرتهم على تجاوز خصم من حجم ليفربول مع بداية الموسم، إضافة إلى أن الفوز باللقب سيكتب بأسماء هؤلاء اللاعبين وسيبنى عليه الكثير مستقبلا.
اختصر فرانك لامبارد المسافات بالوصول إلى القيادة الفنية للبلوز في موسمه التدريبي الثاني، وسيكون بإمكانه اختصار مسار الألقاب بالتتويج الأول في مسيرته كمدرب بعد مباراته الرسمية الثانية مع تشيلسي. رفع السوبر فرانك كل الكؤوس المحلية والقارية مع تشيلسي كلاعب باستثناء كأس السوبر الأوروبي المتاح أمامه في قمة استثنائية ستدخل التاريخ بصافرة نسائية للمرة الأولى في تاريخ المسابقات القارية. إبراهيم خضرة، بي إن سبورتس، اسطنبول. إبراهيم خضرة مشاهدينا، كذلك كانت له هذه المداخلة من اسطنبول عن آخر تحضيرات